لا 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 لا، انت وحشة، انا زعلانة منك خالص. من ساعة ما رجعت من الهاني مون ما هانش عليك تكلميني مكالمة واحدة. ده احنا حتى سهرنا كام سهرة انا وبابي ومامي، انما ايه تحفة. انا فكرتك هتيجي معاهم. لا 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 لا، ما يهمكيش من ميتو يا حبيبتي. على العموم انا دلوقتي بقيت اقعد لوحدي على طول. ابدا يا ست، عامل لنا جدول حصص. انا عربانة منه في الكلية اجي الاقيه في البيت، بس انا ولا بيهمني. ما تتصوريش يا رورو وحشاني كتير خالص. عارفة يا بنتي يا رورو وحشني فيكي ايه؟ الاغ بتاعتك. يلا بقى تعالي يا حبيبتي نتكلم سوا ونقعد نتغدى مع بعض، اعرف منك اخبار الشلة ايه. الا قوليلي اخبار البنت اللي اسمها سميرة السخاوي ايه. لا 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 لا، مش معقول، مين ده بقى؟ تعالي يا ايمن ادخل اقعد. اظن ميرفت خلصت اجازتها ورجعت الشغل النهارده، مش كده؟ ايوه طبعا. اتكلمت معاها طول النهار وانا عمال اتكلم معاها. ووصلت لايه؟ بتقول انها مقتنعه بالتقدير اللي هي عملته. وانت ما ناقشتهاش؟ ما قلتلهاش ان التقدير زاد زياده عن اللزوم؟ انا ناقشتها طبعا. وقالت لك ايه؟ بتقول ان الحاج عنده محلات تانيه وحجم الدخل زاد. ما قلتلهاش ان ده ظلم وتجني منها علينا وان احنا مش هنسكت وان اللي بتعمله ده مش في صالحها؟ قالت لي حاجه غريبه قوي يا استاذه. قالت لي دول الناس مليانين عندهم فلوس متلتله هيودوها فين؟ الحكومه اولى بيها. يا ساتر يا رب، قد كده بتحقد علينا وبتكرهنا عشان ايه ده كله؟ احنا ما عملنالهاش حاجه. مفيش فايده يا استاذه، دي انسانه قلبها مليان كله شر، عندها انانيه ما شفتهاش عند حد. الحاجه الوحيده بس اللي انا ندمان عليها ان انا في يوم من الايام كنت بحب المخلوقه دي. انا مش عارفه، مش عارفه هقول للحاج ايه. اما انت بقى يا ميتو يا حبيبي ليك عندي حته دين خبر، انما ايه تحفه. عارف بقى لازم تجيب لي عليه هديه ما حصلتش. تاني ما انا لسه جايب لك هديه معتبره في عيد ميلادك. يا سلام، اخس عليك يا ميتو. هو خساره فيا بقى يعني ولا خساره فيا؟ طب ايه رايك بقى؟ مش هقولها. خلاص امري لله. هي امر الله دي بقى؟ يعني لو طلع الخبر كده يستاهل هجيب لك هديه فعلا. عريس. عريس؟ مش فاهم. بابي يا حبيبي جايب لبنتك عريس. لاشكي بنتي؟ ايوه. طب وده جنسه ايه وفصله ايه وبيشتغل ايه؟ امير ابن عمتي يا حبيبي، بيزنس مان واصل قوي وكبير جدا. قرايبه يا حبيبي كمال الشنواني وعمرو ابراهيم، ما انت عارفهم طبعا. ايه اللي عارفهم؟ دول الكلمه كلمتهم. طب وقريبك ده صغير ولا كبير؟ معقول يا حبيبي؟ ما انت شفته في فرحنا وسلم عليك حتى بنفسه. هفتكر ايه ولا ايه يا روح قلبي؟ يلا. انا كل اللي فاكره من ليله فرحنا التلاته وهم داخلين علينا بالزفه. والنبي يا حبيبي بقى بلاش تفكرني بالليله دي بقى بالذات. خلينا احنا في موضوعنا بقى دلوقتي. هو امير لا صغير ولا كبير، يعني عنده تقريبا حوالي 35 سنه. اه معقول معقول، دي اول حاجه كويسه يعملها ابوك. اخس عليك يا ميتو، هو انت دايما تتكلم على بابي بالطريقه دي؟ انا بتكلم بصراحه، يعني من ساعه ما عرفته ما شفتش خير من وراه ابدا. لكن قولي لي، قريبك ده مدام غني قوي ومقتدر، ما اتجوزش ليه لغايه دلوقتي؟ لازم راجل هلاس بقى. لا 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 امير، مش كده خالص. امير ملوش غير شغله ومراته. مراته؟ هو لسه اتجوز؟ ايوه يا حبيبي، ما هو متجوز قريبه الاثنين اللي انا قلت لك عنهم. اه طب ناوي يطلق مراته عشان يتجوز بنتي؟ معقوله يا حبيبي؟ هيطلق شوشو بنت الحسب والنسب. اه يعني عايز يتجوز بنتي عليها؟ ده بعد يا حبيبي ما بابي اقنعه وقال له ان انتوا هتعملوا مع بعض بيزنس كبير قوي. وانا يا بنتي دخلها ايه بشغلي وبشغله؟ يا حبيبي كل رجال الاعمال بيعملوا كده، بيتجوزوا من بعض عشان يكبروا شغلهم. انا ما دخلتش بنتي في الموضوعات دي ابدا. الاهم من ده كله، انا بنتي ما تتجوزش واحد متجوز غيرها، ولا حتى يتجوز بعديها. غريبة، مع انك يا حبيبي انت متجوز اربعه. اه حقيقة انا متجوز اربعه وانت واحده منهم، لكن انا بحاول احاول انفذ اللي امرنا بيه ربنا اللي هو العدل. وما افتكرش ان واحده فيكم تقدر تقول اني بعاملها اقل من التانيين ولو عشر درجه، كلكم عندي واحد. طب يا حبيبي مش جايز يعملها زيك كده؟ شفتي قلت ايه؟ جايز. روح قلبي، ربنا سبحانه وتعالى خلق ملايين ملايين الناس، لا يمكن تلاقي واحد زي التاني. هتقولي لي يخلق من شبه 40، هقولك في الشكل بس مش في الطبع. فانا ايش ضمني اللي اتجوز بنتي يطلع طبعه زي طبعي؟ هتقولي لي غني وسكك وسالكه، هقولك طز. اه انا مصلحه بنتي عندي اهم حاجه في الدنيا، وانا
وانا مش هسمح لها تعيش مع ضرة حتى لو كانت هي موافقة. اما الراجل غريب بالصحيح، ازاي ما وافقش على جواز زي دي؟ علشان دي بنته وخايف عليها، مش زيك رحت رميتها الراجل متجوز ثلاثة. اهو ده بقى الفرق اللي بينك وبينه، هو بيحب ولاده اكتر من نفسه. لا يا كريمة، في فرق بيني وبينه كبير قوي، في فرق بيني وبينه في ان هو يقدر يتجوز ويقدر ما يتجوزش، يقدر يحب ويقدر ما يحبش، يقدر يوافق ويقدر يرفض. كريمة، فرق اللي بيني وبينه ملايين ملايين ممليانة. انا يا دوبك بشتغل موظف في الحكومة، يعني يوم ما اترقى هبقى وزير برضو موظف، يعني مرتبي على قدي، اللي انا بكسبه في سنة هو بكسبه في يوم وما يقضيهوش كمان. الفلوس مش كل حاجة. لا يا كريمة، الفلوس كل حاجة. انت قلت ايه؟ انا عليا 10 مليون جنيه ضرايب؟ ليه؟ انا كنت بعت بكام عشان يضربت عليا مبلغ زي ده؟ ده تقدير جوزافي، عملته المجرمة السافلة. ومين المجرمة السافلة دي؟ وشمعنا المرة دي؟ عايزة تنتقم. وتنتقم مني ليه؟ انا شفتها ولا عرفتها؟ وايه حكايتها دي؟ دي الست ميرفت اللي كانت بتشتغل عندي في المكتب. ميرفت؟ الله، مش دي اللي اتجوزت زاهر بعد امك؟ ايوه. طب واتقلبت علينا ليه كده فجأة؟ عشان خليت زاهر يطلقها. وانت تدخلي ليه؟ ليه تخليه يطلقها؟ كنت تسيبيها تروح لأدارها برجليها. اعمل ايه بس يا متولي؟ اعمل ايه؟ ما هي ماما انهارت وقالت لي لازم يطلقها. يعني المصيبة دي من ورا امك. انا من اول قلت لك بلاش تشغلي الزفت اللي اسمه زاهر ده. قعدت تعيطي وتقولي ده جوز امي وما عنديش دخل يصرف منه. ده ما بيعملش حاجه غير انه بيأذي الناس. استغفر الله العظيم، ربنا خلقه عشان يأذي الناس اللي غضبان عليهم. اعمل ايه بس يا متولي؟ ماما بتحبه. حبها برص. ادي اللي خدناه من ورا الزفت اللي جوز امك. على العموم الموضوع لسه في ايدي. بعد ايه؟ بعد ما طمعت الضرايب فيا دلوقتي هنقعد نتحايل ونبوس الايادي عشان ينزلوا المبلغ شويه. وخدي عندي الجمالك. كل شيء بالاصول وكل واحد هياخد حقه. صعب تاخدي حقك من الحكومه. القرش اللي بيطلع من جيبك يدخل لها مش هيرجع لك ولا بالطبل البلدي. هو احنا لسه دفعنا حاجه يا متولي؟ انا كان مالي ومال ده كله؟ انا عمري ما كان في مشاكل بيني وبين الضرايب، لاني مش طمعان في مليم واحد حرام. حتى لما فتحت لك المكتب ده، عمري ما سالتك انت عملتي ايه وسويتي ايه، وكنت بدفع اللي بتقولي عليه زي اي زبون عندك، لاني كنت مطمن وكل حاجه ماشيه بما يرضي الله. اطمن، انا هتصرف. لا خلاص بقى في خصومه بينك وبين الضرايب. المكتب ده يتقفل من بكره وهرجع للمحاسب القديم، كان كفيني خيري شري. يتقفل؟ يتقفل يعني ايه متولي؟ ده شغلي وكل حياتي. ما دي انا مش ضد شغلي، ولا ما كنت سبتك تشتغل السنين دي كلها. بس انت دلوقتي عندك بنت على وش جواز، وكمان ابنك محتاج رعايتك واهتمامك. كفايه البلاوي اللي بنسمعها اليومين دول. لا كده حرام، انت كده بتدمرني وبتظلمني. ما دي انا مش بظلمك، صدقيني اذا كان على فلوس انا ادفع قدها مرتين ما يهمنيش. لكن دلوقتي انت ما تنفعيش تشتغلي في السوق، دايما هيبقى في شك بين المكتب وبين الضرايب. روح قلبي، في البيت هتلاقي شغل اكتر واهم من اللي في المكتب، واللي كان بيطلع لك من المكتب انا هدفعه لك اول كل شهر. خلاص اتفقنا يا روح قلبي؟ وهي تاخد ليه بقى فلوس كل شهر؟ مش خلاص قفلت المكتب؟ روح قلبي، المكتب ده المشروع بتاعها وانا قفلته لها، هديت لها المشروع فلازم ادفع لها تعويض، فانا قلت ادفعه لها على اقساط، يعني تاخد مبلغ كل شهر، فهمتي؟ بصراحه بقى المفروض هي اللي تدفع لك تعويض، مش كفايه الكارثه اللي سببتها لك؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ اخد تعويض من مراتي ومن مديحه؟ انت اصلك ما تعرفيش مديحه دي غاليه عندي قد ايه؟ الحقيقه مديحه طول عمرها عندها عزه نفس، ومش هي لوحديها، امينه كمان عندها عزه نفس، ونعمه الله عندها عزه نفس، الحقيقه الثلاثه عينيهم مليانه. يا سلام، ده انت ما جبتش سيرتي انا بقى. انتي؟ لا يا روح قلبي، انت غيرهم، انت حاجه ثانيه خالص. بس فعلا يا حبيبي هتدفع كل الضرايب دي؟ مضطر ادفع. ياه فعلا، ده يعني معقوله؟ حكم القوي. يعني مفيش حل يا حبيبي؟ مفيش حد من قرايبك الجامدين ممكن يشوف لنا حل؟ هشوف لك، بس ساعتها بقى انت عارف هديتك محفوظة. طب يلا قوم بقى يا حبيب قلبي، غير هدومك لحسن بعدين هنتأخر. لا معلش بلاش الليلة، أنا راجع تعبان وكفاية المشاكل اللي عندي. معقولة يا حبيبي؟
ده بابي ومامي ومروة كمان مستنينا على العشاء. ما هي بتبتدي كده يعزمونا هما والدبس أنا في الآخر على عزومتهم برا. يعني يا حبيبي لما تعزم حماك وحماتك. أنا ما عنديش مانع، مستعد أعزمهم كل يوم، بس مش مستعد أدفع ثمن الخمرة اللي بيأربعها أبوك كل مرة. يا أختي كل ما يروح يبات عندها تجرجروا على برا وتسهروا، يرجعوا كل يوم وش الفجر. ما انت اللي خايبة. ليه يا أمينة؟ هو أنا يا أختي كنت بعرف أرقص زي المقرودة اللي فوق؟ علميها يا مديحة. هي لسه هتعلمني. هو بعد ما شاب ودوك كتاب. ليه يا أبلة؟ ده انت زي القمر لسه. أنا بس اللي مزعلني ومضايقني إن يعني الحاج صحته ما بقتش زي الأول. عند الحق يا بنتي يا مديحة، أنا شايفة يا أختي إن صحته الأيام دي في النازل قوي. قلت له يا حاج لازم تروح لدكاترة، لازم يشوفوك ويكشفوا عليك. قال لي أنت إيه؟ فاكراني خلاص عجزت؟ ده أنا لسه في صحتي، لسه في عز شبابي. هو أنا إيه، خروعت؟ يعني إيه خروعت؟ خروعت يعني بيشرب زيت خروع. يعني مش قادر. أنا رجلي ابتدت تلف على بعضيها من التعب. حبيبي إحنا كل ما نيجي نرقص تقولي نفس الكلام ده. طب نستريح شوية. اشمعنى بابا؟ ما هو رقص مع مامي مرتين ودلوقتي بيرقص مع مروة. معلش اقعد بس اشرب حاجه واخد نفسي وبعدين نكمل. ايه احمد فن بيه؟ الله ايه، ما تشد حيلك امال اديها. انا حيلي جامد، شد حيلك انت. مش ملاحظ يا انكل ان ميتو تعبان قوي؟ ده باين عليه مش قادر يمشي. ده مش قادر يمشي من كتر الفلوس المتلتله اللي على قلبه. مالك يا حبيبي؟ لا مفيش. شكلك كده عايز تمشي. يا ريت. ويا ريت انا كمان، ما انا بحبش اقعد مع حد غصب عنه. ليه بس يا مامي بتقولي كده؟ انت مش شايفه كل ما نيجي نسهر معاه يعمل تعبان وعايز يمشي؟ ايه مش من حق اتعب بجد؟ حاجه عجيبه جدا، انت طول النهار قاعدين مستريحين وانا طول النهار شقيان. معلش يا ولفت انا مضطر اقوم. وطمني باباكي، الحساب الدفع. ميتو استنى بس يا حبيبي، استنى بس. ميتو 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 ده ايه والنبي؟ عطشان وبشرب. طب انت عامل ايه؟ اخبارك ايه دلوقتي حبيبي؟ كويس؟ شوفي يا روح قلبي، احنا لما بنبقى مع بعض لوحدينا انا ببقى كويس قوي، ما بحبش اوجع الدماغ. انا مش عارف ليه ما نقعدش في البيت واللي بنعمله بره نعمله هنا. معقوله يا ميتو؟ يعني احنا هنرقص في البيت؟ ليه لا. طيب ممكن بقى ننام؟ استني شويه بس لما الحبايه تعمل مفعولها. حبايه ايه؟ حبايه الصداع. حبايه الصداع. الله، ايه حكايه الصداع ده بقى اللي كل مره تيجي تبات عندي ويجي لك؟ لا مفيش حاجه، كلها نص ساعه 45 دقيقه والصداع يروح لحاله. ما تيجي نقعد بره نتفرج على فيلم يضحك. عشان تنام في النص مش كده؟ اعمل ايه، ما هي الافلام دي عامله زي الطبيخ البايت يعني. شفتها يجي مليون مره. يلا حبيبتي يلا. قولي على ما تاخد والعلامة دي محطوطة فين يا فندم؟ اللوحة. واللوحة محطوطة فين؟ الحيطة يا عسكري. يا نهار اسود، وهو كمان في حيطة. سعيد انت ما بتضحكش ليه؟ سعيد ايه ده؟ انت نمت على روحك؟ طب هقوم بقى انام الحق، انا مش قادر. يوه ما يبقاش دمك تقيل بقى يا اخي، استنى لما الفيلم يخلص. يا فاطمه عندي شغل الصبح. يا فاطمه ما تسيبنيش لوحدي يا سعيد عشان خاطر، بالذات الليلادي انا حاسه اصلي ان انا هولد. بقالك اسبوع كل ليله بتقولي ان انت هتولدي، بطلي دلع بقى يا فاطمه. يلا تصبح على خير. بس عليك يا سعيد، هتسيبني وتدخل تنام؟ تطفي النور والتلفزيون والفيديو، تطفي. تصبح على خير يا فاطمه.
وانت من اهله. ميتو 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 مالك ميتو؟ يا نهار الو ألفت. ايوه حبيبتي. طب اهدي اهدي بس فهميني ايه اللي حصل. مش عارفه ميتو مان، صرخ مره واحده ولقيته ما بيتكلمش خالص، بعد كده اعمل ايه؟ اتصلي بالدكتور ولا خلي اي حد كبير يتصرف. ايوه بقول لك ايه، ما تسيبينيش وبطمنيني اعملي معروف. ايه اللي حصل؟ سعيد 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 اصحى اعمل معروف. فاطمة ايه هتولدي؟ لا هعمل حاجة، متولي تعبان قوي. بابا ايوه تعبت ازاي؟ هم دلوقتي لسه مكلميني حالا. خليكوا بس انتوا هنا بقى عشان نحكم كتير في الاوضه. نعم نعم بتقولي ايه؟ دي لازم اتجننت. انت يا اختي مش هتخشي معانا الاوضه، انت السبب في كل اللي بيحصل لنا ده. مدخولي بقى من وشنا وتقويني. يا سلام انتوا بقيتوا كلكوا عليا يعني. بس 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 لو سمحتي فين الاوضه اللي فيها العيال؟ هنا هنا في ايه؟ محدش هيدخل. ده انت اللي مش هتدخلي. بقول لك ايه يا ام قويش، تعالي على ناحيتي. انت كل ناقصينك، كل ناقصينك في ايه يا ولفت؟ الراجل جاله حاجه؟ تعالي دلوقتي حالا انت ومامي. هو الدكتور ما جاش لغايه دلوقتي؟ وصل يا بابي. ايوه جوه عنده، بس الثلاثه اللي متجوزهم دول واقفين لي على الباب مش عايزين يدخلوني. ضربوني يا بابي، ضربوني وزقوني. ايوه لا لازم تيجي انت ومامي دلوقتي على طول. تعالى يا بابي، دول عايزين يطردوني من الشقه. للدرجه دي؟ لا يا حبيبتي ما تقلقيش، خدي بالك من نفسك، انا هاجي لك انا وماما بسرعه على طول. لازم الراجل حالته خطيره وهم عارفين ان هو هيموت، عشان كده عايزين يكوشوا على كل حاجه. يا ما نصحتها، يا ما قلت لها وقعدت اشاش واقول لها هاتي لك منه حته عيل، تقول لي لسه بدري مش وقته، عايز اعيش شبابي. يا اخويا طب حتى كانت خليته يكتب لها اي حاجه هتطلع بالمرض بلا حمص. حتى لو الراجل نفسه مات دلوقتي هتاخد ايه من الجيش اللي حواليه؟ ده لو ما طردوهاش بالهدوم اللي عليها. انا خايف لا ياخدوا منها الالمازات اللي جابها لها. كويس انك انت لفتت نظري، انا هخليها من غير ما حد يلاحظ تجيب الحاجات دي هنا. طب يلا بينا بقى نلبس ونروح للبيت قبل ما يفترسوها. يلا يلا. مين فيكم مراته؟ أنا. انتوا كلكم ما شاء الله. بابا عنده يا دكتور للاسف ذبحه صدريه حاده. يا سيدي انا افضل ننقله فورا للمستشفى. أنا مستشفى يا دكتور؟ يعني لو موافقين انا مستعد اتصل بالمستشفى اخليهم يبعتوا له عربيه اسعاف فورا تنقله. هي الحاله خطيره يا دكتور قوي لدرجاتي. للاسف حالته خطيره جدا وفي منتهى الخطوره، علشان كده لازم تقرروا بسرعه. هننقله طبعا يا دكتور، قلبه كبير. ايوه ينوب عنه في كل شيء يا دكتور بسرعه. يلا نعم تعالي. ايه ده ايه ده؟ انا مبقوقه منك من زمان بقى، ودي فرصتي. الراجل كان زي الفل، اخدتيه ورده مفتحه طفيتيه. عملتي فيه ايه؟ يا سعيد بسرعه بسرعه يا قوي. يلا يا سعيد بسرعه يا اخويا بسرعه. ساعديهم ساعديهم. يلا يا اكرم اطلع لفوق يا اكرم. يلا يا سعيد يا اختي لا اكرم يلا يا اختي. ممنوع الهواني ممنوع العربيات ممنوع العربيات. طب هاتي عربيتك بسرعه يا اختي. مين فينا
شايف؟ طب الطارة يا اخو خلاص بقى الطارة من هنا. خد معاكم موادي. اوه وانت يا بنت انت لو شفت شكلك في المستشفى وديني هجيب رقبتك على صدرك. خلاص يا ماما طلق لفيه ولا فيه. يلا خلاص فردة ولقيت زميلتها. يلا بينا. ايه ده؟ وشكون احسى عليك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاشكال دي؟ انت عايشة مع دول ازاي يا بنتي؟ مش ممكن دول بيئة يعني فيديك لو كلاس. او نو او نو تعرف انت معلش تمام. الو ايوه سعيد. لا يا حبيبي انا كويسه ما تتخضش مفيش حاجه. انا بس حاسه اني هولد دلوقتي. مش قادر دي عماله تصرخ وحاسه ان العيال هينزل. طب يلا خدها وروح على المستشفى. طب اروح على المستشفى. ايوه يا سعيد اول ما تروح هناك يا اخويا اتصل بيها طمني. كلم سعديه وسامي خلوني يروحوا معاك. ها سعديه وسامي كلم الدكتور خليه الدكتور يا ابني وعلى مهلك على مهلك يا ابني. ايه الليله دي بس يا رب؟ ايه اللي بيجري لنا ده؟ بقول لك ايه امي روحي معاه مش هيعرف يتصرف لوحده واحنا هنا قاعدين مع متولي. يلا مش هيجي لي قلبي يا مديحه اسيبه لوحده كده مرمي جوه. يا ستي قاعدين معاه احنا ما تخافيش. هو من يوم ما اتجوز بنت الغبره دي واحنا كلنا في النازل. ايوه يا اختي النسوان دول اقدام. يا صورتي ما تقوليش كده. الله بنتك بتولد وان شاء الله ان شاء الله الولاده خير. قول يا رب. استر يا رب. مش معقول يا بابا انت لازم تتصرف لازم تعمل اي حاجه. انا كده خلاص حقي هيضيع. انتوا ما شفتوش ازاي ما كانوش عايزين ياخدوني معاهم في المستشفى عشان طبعا لما راجل يموت يكوشوا هم على كل حاجه. اطمني يا حبيبتي اطمني. هنروح المستشفى. انا هنروح المستشفى محدش هيقدر يمنعنا اطلاقا. انت يا بنتي مراته وليك حقك القانوني انك تزوريه في لحظاته الاخيره في المستشفى. يا سلام وليه يا فالح ما عملش الكلام ده كله والوليه مراته عماله تزقك وتشتمك تحت وتهزقك. جرى ايه يا كريمه؟ جرى ايه يا كريمه؟ عايزاني انزل بمستوايا لواحده زي دي؟ دي مستواها منعدم مستواها واطي جدا. دي يا ستي بيئه لو كلاس. ايه ده؟ صوت صوت بره. لا استني 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 بس بعدين حد فيهم يجيكي انا هشوف. تعالى تعالى تشوف ايه. احنا دلوقتي لازم تتصل بالمحامي عشان نعرف وضع البنت. ايه المحامي؟ ايه يا كريم؟ مش لما نتاكد الاول اذا كان الراجل مات ولا لا. هو انت يا راجل مش سامع الصريخ والصوت اللي بره؟ اه مش عليها سعيد هموت يا سعيد. الاسعاف مع العيله من اخوريا دي تكونش العربيه دي بتاعتهم بيأجروها بالساعه. ايه
مستشفى عدل. ييه دي لازم مرات سعيد بتولد. يعني ما عرفتش اذا كان جوز بنتك مات ولا لسه عايش؟ بتقول لك بتولد. الف حمد لله على السلامه يا نجوي. سلامتك يا حبيبي. الف سلام عليك. وانا فين؟ في المستشفى. معلش شدة ونزول. مستشفى ليه؟ وإيه اللي حصل؟ انت تعبت امبارح بالليل شويه ونقلناك المستشفى. الحمد لله يا حبي. احنا كنا فين يا اخويا وبقينا فين امبارح بالليل؟ ما تتكلمش ما تتكلمش، رايح نفسك. على ما على بسم الله عليك. تعالى. عايز تعمل ايه بس قول لنا واحنا نفهم. اسندي اسندي امبارح امبارح بالليل ألفت حبيتين. حبيتين ايه يا اخويا؟ امال فين ألفت؟ متلقاها في البيت. يعني ما جاتش معاكم؟ ما تتكلمش، فكر بس في صحتك انت يا اخويا. طب وسعيد ابني فين؟ مع فاطمه. بشرت خير، هتولد ان شاء الله. وسبتي بنتك؟ يا متولي واسيبك لوحدك؟ روح لبنتك يا نعمة. ما تخافش، معاها جوزها واختها وجوز اختها كمان. معلش لازم تبقي جنبي بنتك وهي بتولد عشان خاطري. عشان خاطري انا. ريحي امشي ريحي يا نعمة. يلا روحي، ما احنا واقفين اهو. يلا هتعملي ايه انت زياده؟ يلا روحي. حاضر يا حاج. ربنا يقعد بالسلام يا اخويا. امين يا رب. خلي بالك منه يا امين. هاي مديحه لو عاوز صحيه كلموني. ها طمني يا سعيد. المهم بعمل ايه؟ ايه كويس بعمل ايه؟ الحمد لله فاق. المهم فاطمه لسه بتولد. فاطمه تعبانه قوي. ازاي؟ ايه اللي انت بتقوليه ده سعديه؟ الدكتور بيقول ان الوضع ماشي طبيعي جدا وان كل شيء بوقته. هي بقى لها قد ايه جوه؟ سكتت ولا اكلمه؟ طمني خالص. الدكتور بيقول اذا ما قدرش يولدها طبيعي هيعمل لها قيصريه. يا مصيبتي يا مصيبتي. هيفتحوا مطلقها يا سعيد؟ طمني طمني يا فندم، حتى لو اضطرب كده مفيش اي خطوره عليها. ده ايه المصايب اللي عماله ترف على دماغي دي بس يا ربي؟ ايوه يا سعيد، ايه الاخبار عندك يا اخويا؟ ايه؟ لا ابوك تعبان قوي يا سعيد، انا خايفه عليه. ربنا يستر يا ابني. انت قول لي فاطمه ولدت ولا لسه؟ لسه ربنا معاها يا ابني وينتحها بالسلامه يا رب. بقولك يا سعيد لو ولدت بلغني يا ابني، عايز افرح وافرح ابوك. قلبي بيقول لي كده لو شاف ابنك هيقوم ويشيله يا حبيبي. طيب خلي بالك من نفسك، مع السلام. يا ايه اخبار فاطمه؟ كرمك معاك يا رب يا رب. معقوله يا سامي؟ معقوله كل ده بتولد؟ خلي ايمانك بالله كبير يا سعيد. ولا ما بالله باذن الله هتقوم بالسلامه يا سعيد. اتصرف يا اخويا، اتحرك. خد نفس خد نفسك.
سمحتوا. لو سمحتوا اتفضلوا. عرفتي ازاي؟ انا لسه سامع صوت البيبي بوداني. جابت ايه؟ ولاش عرفني جابت ايه؟ المهم انها ولدت. الف حمد وشكر ليك يا رب. المهم فاطمه باذن الله هتقوم بالسلامه. يلا. ايه ده؟ انا خايفه ادخل. خايفه من ايه يا حبيبتي؟ دي انت مراته ومن حقك تخش تشوفيه وتزوريه. اه طبعا. ايه اتعملتي في عينيكي ما بتشوفيش؟ مش شايفه اليافطه مكتوب عليها ممنوع الزياره؟ مش معنى انت يا كبه. كبه في عينك؟ هو اللي طلب اني ابقى جنبه. يلا بقى حقونا وبلاش ازعاج. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا زوقي 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 حيوه كده. ايه اللي في الزوق بتاعتكم دي؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ انا مش فاهمه ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ دي جليطه واللي الزوق ده الرئيه ست انت. بهجت لازم تتصرف. اتصرف ازاي وهم معلقين يافطه ولكنها عمر ولاده؟ انا متاكده ان الثلاثي المرح دول اللي علقوها عشان احنا ما ندخلش. اه يبقى اذا كان الموضوع كده بقى يبقى انت لازم يا بهجه تروح لمدير المستشفى وتساله وتقول له ان بنتك مراته زيها زيهم. زيها زي مين؟ زي مين؟ انتوا ايه اتجننتوا ولا ايه؟ يلا هونا بقى. ايه ده في المرح ده؟ ايه هونا ايه؟ ايه انت مش فاهم؟ في حضرتك انت ايه الكلام الفارغ؟ الله حاجه على بسم الله الرحمن الرحيم. استني الكلمه دي كده كويس. اسمعي اشرب اشرب باللي ريقك. الشفا ان شاء الله. ايه الزيت اللي بره دي يا مديح؟ معرفش يا حاج. ده ظاهر كده ناس بره بيدوروا على اوضه قرايبهم بس مش لاقيينها. زي ما اكون سامع صوت ألفت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا دي واحده من عنبر المجانين بتصرخ. ما تاخدش بالك، خليك انت بس في صحتك. ريح ريح. ميتو ميتو يا حبيبي، ألف بعد الشر عليك يا حبيبي، ألف بعد الشر. سلامتك. ميتو ميتو إن شاء الله أنت وأهلك اللي ميتو. لعلمك بقى أنا سألت الدكتور وقال إني زيكم بالظبط، من حقي إني أدخل. سلامتك يا حبيبي، ألف سلامة. تو ما افتكرتي يا حبيبي ده هما اللي منعني إن أنا أجيلك. هما مين يا أختي بقى؟ ممكن توضحي؟ آه اللي اسمها حصبالة دي. حصبالة اسمها نعمة الله. حسيني ما لفظي. عيب عيب تقولي اللي اسمها. ايه ده؟ ما تخليكي مقدمة شوية، ده بدل ما تقولها يا أبلة. هما معاهم حق يا ألفت، لازم تقولي لها يا أبلة. متشكرين يا حبيبتي على الزيارة، متشكرين لك قوي. الدكتور بيقول الكلام الكتير بيتعبني. يلا بقى. يا سلام، هو أنا بقى كلامي اللي هيتعبه؟ ونعمة الله هتمنعك ليه؟ جرأة أي حد بتصدق كلامها؟ نعمة الله هتمنعها ليه؟ الدكتور اللي قال مش عايزين نفس في الاوضه، يعني يستحسن تحطي بوزك في الشباك يا اختي. والله طب ايه رايك بقى يا حبيبي انها هددتني كمان قدام بابي ومامي اني لو جيت هنا هتقطع رجلي بتاعت البيبش بتاعتكو دي. الله يخرب عقلك يا نعمه الله، مفيش فايده، مش هتتغير ابدا. وتتغير ليه يا حبيبي؟ بتحبك وخايفه عليك وعلى صحتك. عندك حق يا مديحه، الدور والباقي على اللي كانت السبب واللي هتخلص النفس من الاوضه. ما تكحيش، هتخرج هتخرج. طمنوني فاطمه عملت ايه؟ ولدت ولا